موضوع جديد تماما، أسرع وأكثر الأبراج مللا في العلاقة أو من روتين العلاقة. يعني لو أنت شخص روتيني بطبعك، مين هي بقى؟ ما أنت لازم تعرف في حلقة النهاردة هل الشخصية اللي أنت مرتبط بيها دي بتمل من الروتين بتاع العلاقة ولا عادي عندها؟ وعشان أوفر عليكم الأبراج مختلفة شخصياتها في الموضوع ده، في أبراج عادي عندها الموضوع تتقبل وتتحمل وتكون بينها وبين نفسها سعيدة ما فيش مشكلة، وفي أبراج العكس تماما. طيب حتى لو بنحب بعض، لو أنا شخص روتيني قوي ممكن يمل مني، أنا مش هقولك هيمل منك ولكن أنا أقولك يستحسن إن أنت ما تكونش روتيني. طيب لو انا كان حظي من ابراج القمة، يعني الابراج اللي بتكره روتين العلاقة، اعمل ايه؟ الحل في ثانية، في اخر الحلقة هقولك او اقولك تعملي ايه، وده افضل لعلاقتك، وده افضل واهنأ واسعد وشيء جميل جدا هيخلي علاقتك تسير للافضل، وهو ده هدفنا من اي حلقة بنقدمها في القناة دي. وخلوني سريعا ارحب بيكم في البداية واقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك عشان اشاراتنا تفضل توصل له، واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد اعملوا له بلوك، هي صفحة واحدة محمد ابو زيد. ويلا بينا نبتدي بالمركز ال12، وكل واحد او واحدة يتوقع برجه هيجي في المركز الكام، وحد اذكى شوية يقول لنا في التعليقات يتوقع مين المركز الاول وليه. يلا بينا 12. يعني اكتر برج ما بيملش من الروتين مقارنة بغيره هو برج الثور الترابي. وان كنت انا نصيحة انصحها لك واوجهها لك، يعني او اوجهها لك، الروتين في العلاقة مش حلو يعني، ولكن هو الموضوع بيختلف حبه او كرهه بدرجات. هو برج الثور اللي بيجي معانا في المركز ال12، لو عملنا كده مقارنة بين ال12 برج هنلاقي برج الثور. إذا لو أنت شخص روتيني ومرتبط أو معجب أو هترتبط ببرج الثور عادي، دي مش هتمثل أزمة كبيرة قوي بينكم. أعلى منه في المركز ال11 برج العذراء، رجل أو امرأة. أيضا هو برج ما يملش قوي من روتين العلاقة ومش سريع في التمرد على روتين العلاقة. تعالوا نعلى نوصل للمركز العاشر عشان ننتهي بقى تماما من العائلة الترابية لما نقفلهم ببرج الجدي في المركز العاشر. عرف عن ال3 أبراج دول من كثير من الصفات اللي احنا نعرفها عنهم ان هي أبراج لا تمل من الروتين سريعا. خلي بالك خد الجملة على بعضها، سريعا دي حط تحتها 100 خط، لان اللي هيبص للمعنى بشكل يعني اعمق شوية ممكن يفهم حاجة من الجملة دي. كده بقى احنا هندخل في منطقة وسطى وهنعلى اكتر وهنبدأ نخش في الجد شوية، ولكن رجاء لو شايفين الحلقة مفيدة دوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا، وشيروا على قد ما تقدروا، العكس ديسلايك ما عنديش اي مشكلة، احنا عيلة واحدة. رجل برج العقرب في المركز التاسع، رجل او امرأة عفوا، ده يعني اتكلمت في الفترة الاخيرة عن الرجال فمعلقة شوية معايا، احنا النهاردة بنقصد رجل او امرأة. برج العقرب رجل او امرأة بيجي في المركز التاسع، ما يقلقش ما يقل ما يخليكش تقلق قوي، ما يخليكش تقلق قوي من موضوع الروتين ده، ولكن مقارنة بالأبراج الترابية لا، هو أقل منهم في الموضوع ده. هنعلى نوصل للمركز الثاني نلتقي، وهنا نبدأ نلمس الخوف شوية، هنا نبدأ بقى نحاول نفتش وندور ونطور. والنصيحة اللي في نهاية الحلقة مهمة قوي عشان برج السرطان بيجي في المركز الثامن، وممكن روتين العلاقة يخلي في نفسه شيء يخليه متضايق مش مبسوط. صحيح مش زي برج الحوت اللي بيجي في المركز السابع أعلى منه، ولكن الأبراج دي كلها يعتبر في منطقة وسطى معانا في حلقة النهاردة. ولكن خلوني أتكلم بصراحة، إحنا ما دخلناش لسه في الجد، ما وصلناش ل6 أبراج اللي هم القمة معانا في حلقة النهاردة. من أول برجي، برج الحمل، هو ده الجد وجد الجد وموضوع حلقتنا. صحيح برج الحمل ما هوش زي اللي هيجي في المركز الخامس، ولكن برج الحمل بيتأفف بيزهق. صحيح مش سريع زي برج الأسد اللي بيجي في المركز الخامس، وهو واحد من أكثر الأبراج المتمردة رجل أو امرأة على روتين العلاقة، على نسق العلاقة الروتيني. احنا دلوقتي داخلين على المركز الرابع، بل داخلين على رباعي خط النار أو رباعي القمة في حلقة النهاردة. حد توقع مين المركز الأول بينا على صاحب المركز الرابع؟
الأبراج دي هي الأبراج اللي حرفيا يعني روتين العلاقة قاتل قاتل بالنسبة لهم، قاتل نفسيا ومعنويا. وقول زي ما أنت عايز تقول براحتك. في المركز الرابع رجل أو امرأة برج الميزان، يعني برج الميزان معانا في المركز الرابع، واحد من أكثر الأبراج الكارهة واللي بتمل واللي تزهق. وهنا الميزان لو بيحبك ممكن ما يقولهاش، ولكن بينه وبين نفسه يحس إن فيه حلقة مفقودة، يحس إن فيه حاجة ناقصة. عشان كده ممكن ده إنذار خطر في البداية. ممكن أنت لو خدت بالك منه وخدت النصيحة اللي في النهاية وطبقتها يكون أفضل ليك ولعلاقتك والاستمرارية أعلى منه. في المركز الثالث برج من الأبراج أيضا اللي تكره قوي روتين العلاقة، برج الدلو الهوائي، امرأة ولا سيما رجل. دي بقى يعتبر عيب كبير قوي، حتى لو في حب صدقوني صدقوني ممكن حاجة زي دي تأثر على قوة الحب بين الطرفين. الدلو بيجي معانا في المركز الثالث، يعني واحد من الأبراج القمة، وإلا ما كانش جه في المركز ده. كده فاضل معانا الاتنين، أعلى اتنين في حلقة النهاردة، في موضوع النهاردة. في المركز الثاني برج القوس، نار نار يا حبيبي نار. برج القوس من الأبراج الكارهة جدا لما يسمى بروتين في أي حاجة، مش بس في العلاقة. ممكن عشان بيحبك يستحمل، بس نفسه مش طويل أبدا في الموضوع ده، ولذلك لما يتجوزوا بقى هنا تبان من المشاكل اللي تحصل بينهم. لو فرضنا ان هو ارتبط برج القوس ده ببرج تاني روتيني الى حد ما، يبدأ هنا برج القوس يزهق قوي. الزهق يؤدي لملل، والملل يؤدي لفتور في العلاقة، واحنا مش عايزين طبعا نوصل لكده. بينما متصدر الابراج في حلقة النهاردة، واللي اكيد مش غريب واللي اكيد كان كتير جدا من الاذكياء متوقعه، هو برج الجوزاء. حذاري، انت تخسر برج الجوزاء صدقني بحاجة زي كده. هل وصلت يا محمد يا ابو زيد لحتة تخسر؟ صدقني تخسر رجل او امرأة برج الجوزاء لو انت من الشخصيات دي، وتخسر رجل او امرأة برج القوس لو انت من الشخصيات دي، وابراج القمة لو انت من الشخصيات دي علاقتك في خطر معاهم. برج الجوزاء ما بيستحملش رجل او امرأة روتين العلاقة. طيب اديتنا مشكلة، انت دلوقتي اديتنا مشكلة، فين حلها؟ ركزوا معايا مش هطول عليكم، صدقوني هديكم حل بسيط وجميل قوي. اي حاجة، اكسر الروتين اللي انت فيه ده، يعني غير طريقة لبسك، تسريحتك، دقنك لو انت شاب، حتى ما هي كلها حاجات بسيطة بس في النهاية بيبقى المعنى بتاعها مؤثر. لو انت عاقل قوي وصامت قوي اتجنن لك مرة، يعني كل مرة كده خليها تهب منك في مرة من المرات، اتجنن مرة. لو انت مجنون قوي اعقل مرة وامشي في حياتك بالفلسفة دي، غير نوعيات الأماكن اللي انت بتروحها. لو انت شغل على طول طول الأسبوع، لا خلي يوم في الأسبوع، خلي يوم في الشهر تتفسح فيه، تروح أماكن جديدة، تغير روتين. يعني حاجة ما بتغيرش نفسها، اللي بنبات فيه بنصبح فيه. هل في عشان أعرفكم بس مدى خطورة الموضوع ده، هل في حد في الدنيا يطيق إن هو يعيش حياة اللي بات فيه بيصبح فيه كل يوم؟ كلنا هنكرهها ولكن بدرجات. في شخصيات تستحمل وفي شخصيات ما تستحملش أبدا، وهو ده كان موضوع حلقتنا بتاع النهارده. أنا طبعا مش عايز أطول عليكم في النصيحة، مفهوم جدا ومعروف جدا كسر الروتين ممكن يكون إزاي. ما تبقاش إن أنت على نمط واحد وأسلوب واحد، وخلي بالكم أنا مش بقول إن أنت تغير مبادئك أو قناعاتك، لا، أنا بقول إن مفيش مانع إن أنت تغير أسلوبك وفلسفتك لو أنت حسيت إن الطرف الآخر هيكون أسعد بحاجة زي كده. المفروض انتوا في علاقة، فانتوا الاتنين بتكملوا بعض بهدف واحد في النهاية، النجاح بالعلاقة. اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي، هكون سعيد جدا وانا بقرا كل تعليقاتكم، بقراها بلا استثناء. كل رسائلكم على الخاص انستجرام او فيسبوك او في التعليقات بتوصلني، اسف ما بعرفش ان انا ارد عليها دايما في وقتها او كلها. ممكن افهم وجهة النظر ايه وايه اللي بيدور في اذهانكم وعايزين عنه حلقة ايه، ونعمل حلقات زي دي بتكون حلقات شاملة، بدل ما واحد او اتنين يستفيد
آلاف ممكن تستفيد، وأعتقد إن ده منطقي جدا وأفضل جدا. الفيسبوك، الانستجرام، قناتنا التانية للفضفضة، كل الروابط دي في وصف الفيديو وأول تعليق، وأصدقائي اللي بيشوفوني على صفحة محمد أبو زيد لو عايزين تنضموا لنا على اليوتيوب هتلاقوني مثبت لكم أو كاتب لكم الرابط ده في التعليقات. انزل في التعليقات وشرفنا تبقى معانا على اليوتيوب ومعانا على الفيسبوك، وإلى اللقاء.